السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شايفين شباب، عنا هون حالة ولادة، وبقرة حاليا عمال تولد. كويس، فنحن ما بنقترب منها، يعني من خلينا بعيدين هيك شوي عن البقرة عشان ما ترتعب وتقوم. طبعا من خلال النظرة الخارجية هذول ايديه، نقرب هيك الصورة شوي صغيرة، شوف هذول ايديه والراس من فوق. كويس، فموجه نظامي العجل، ترتيبه كتير حلو ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. مثل ما شايفين عم تولد، نصبر عليها بنستناها ان شاء الله تولد لحالها، لكن اهم شغلة ما نقترب منها ونخوفها للبقرة، نضل بعيدين شوي لبين ما تولد من تلقاء نفسها، وما نعمل اي مداخلة. المداخلة خطأ الا في حال اذا كان الفلو جاي بشكل عكسي او ما هو جاي بشكل صحيح، اما جانبي او خلفي او الى ما هنالك من الحالات الولادة الثانية. فمثل ما ملاحظين راسه فوق من فوق وايديه تحت، واموره ان شاء الله جيدة باذن الله سبحانه وتعالى. فقرب يولد والله اعلم، يعني كل ما شوفوا شباب، هاي راس العجل هون فوق، وهي البقرة يعني خلال يمكن دقيقة والله اعلم تولدوا. مثل ما ملاحظين طلع الراس تقريبا، ضل شي بسيط يعني يطلع الراس. طبعا هي ايديه هون وهي راسه. كويس، ف شغلته بسيطة جدا جدا، يعني أي دفعة خفيفة هلا راح يطلع العجل، راح يطلع راس العجل، أي دفعة خفيفة راح يطلع راس العجل. طبعا هاي البقرة رقمها 16، بقرة من الأبقار. طلع 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 طلع، راح تولد من تحت. هيا بتشوفنا هذا راس العجل هون. ما رح اقرب منه زيادة لاني بس قربت كتير رح تقوم. يعني تقريبا بل بده شيء بسيط بتولد العجل، يعني هي طلع راس العجل تقريبا. هاي عيونه بينوا، يعني بل شيء بسيط جدا بتولد البقرة. ولدته 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 ولدته. هاي ولدته 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 ولدته. هذا هو عجلنا العزيز. تعال ادفيش شوي. المشكلة انه انا ما عم بقدر، على اعتبار انه عم اصور وهي ما عم تساعد ابدا ابدا.
هنا. وأخيرا ولدته. هذا العجل هيك. وأخيرا ننظف له أنفه. وهاي أنثى ما شاء الله عليها. هاي هي الولادة مباشرة، صارت اتلحسوا. أحباب شباب غوالي، ما تنسون من اللايك والمتابعة والمشاركة. ربي يسعدكم ويحفظكم.